الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الآن الحديث أنه ممكن التمديد لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينغ هاري كين، هنا أيضا القوي والرائع إيكاردي في بونتا. الكلام باهي على الميركاتو والانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد. مستحيل يأتي لاعب يفعل ما فعله جون في تاريخ الريال. ببساطة هذا ما معناه أنه خارق للعادة يا سادة. هذا الاسم ستفتشون عنه سنوات وسنوات، أجيال وأجيال. الآن مطالبين بالاعتذار.